تلاميذي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم جميعا مرة أخرى، وسننتقل اليوم إلى تصحيح التقويم والدعم الذي طلبت منكم إنجازه في مقطع الفيديو السابق. إذا نقرأ النص: كان الجلالي قد قطع 7 كيلومترات مشيا على الأقدام. بعدها ركب سيارة نحو قرية صغيرة قبل أن يستقل سيارة أجرة تنقله إلى المدينة، حيث كان عليه أن يصرف مبلغا من البنك ليقطع نفس الطريق عائدا من حيث أتى. الوكالة البنكية التي قصدها كانت حديثة الافتتاح، زجاج أسود مثير، إطارات خشبية من نوع رفيع، ونظافة تصل حد الإفراط. كل ذلك نبهه إلى وجوب تنظيف حذائه قبل أن يلج الوكالة. استدار جهة الشارع باحثا عن ماسح أحذية. لم ينتظر طويلا، كان قادما من الجهة الأخرى. تردد الجيلاني لأن الطفل كان صغيرا جدا، لكنه تراجع عن تردده عندما رأى الطفل يقطع الشارع تجاهه وهو يعزف على صندوقه بإيقاع متقن يدل على أنه متمرس بعمله. مد الخف اليمنى. انطلق الطفل في العمل بكل رشاقة ونشاط، وفي لحظات قليلة كان الحذاء قد صار لامعا. ضرب بالشيتة على الصندوق آمرا بذلك وجوب تغيير الخف. وضع الجلالي رجله اليسرى على الصندوق، لكن يد الطفل لم تصل إليه أبدا، كانت يد المخزني هي الأخف. أمسك به ثم حجز الصندوق. بقي الرجل منذهلا، صار ينظر إلى خف رجله اليمنى وهي في منتهى أناقتها، والخف اليسرى غارقة في قذارتها. جرى إلى حي يجر الصبية، وضع يده على كتفه وقال محتجا: بئس الصنيع العنف، لنفرض أن هذا الصبي قد قام بشيء يستوجب عقابه، لكن ما ذنبي أنا حتى أكون ضحية هذه المسخرة؟ رمقه المخزني بنظرة حادة ثم أضاف: ما أكثر فضولك، في الحقيقة كان يجب أن أعتقلك أنت يا فضولي بدل الطفل، لأن أمثالك هم المسؤولون عن تكاثر هؤلاء، وإن تماديت فلن أتردد في تنفيذ هذه الفكرة، ما رأيك؟ بقي الجلالي واقفا محتارا ينقل بصره من السيارة إلى الحذاء ومن الحذاء إلى السيارة، ولم ينتبه إلا على ضحكات المارة الذين كانوا يعبرون الشارع. بعد قراءة النص ننتقل مباشرة إلى المكون الأول، مكون القراءة. سؤال الأول: حدد المجال الذي ينتمي إليه النص. إذن النص ينتمي إلى المجال الاجتماعي. السؤال الثاني: اشرح بالمرادف متمرس، أي متمكن أو ماهر. الإفراط: المبالغة أو الغلو. السؤال الثالث: ما هو الحدث الذي أدى إلى خلق الصراع في النص؟ الإجابة: الحدث الذي أدى إلى خلق الصراع في النص هو قدوم المخزني ومعاقبته لماسح الأحذية. السؤال الرابع: أجرد شخصيات القصة وحدد صفاتها. إذن الشخصية الأولى الجلالي، وهو من سكان البادية، يحب النظافة، وجد نفسه في ورطة أثناء تنظيف حذائه. الشخصية الثانية الطفل، ماسح أحذية، يتقن العزف على صندوقه، يعمل بكل نشاط. الشخصية الثالثة المخزني، يحارب
مسيحي الأحذية غير متسامح وصارم. السؤال الخامس، استخرج من النص لفظتين تدلان على المكان. تجاه قرية صغيرة، المدينة، الطريق، الوكالة البنكية، الشارع، الجهة الأخرى. وظف الكاتب كل من السرد والوصف والحوار. مثل لكل نوع بجملة من النص. السرد مثلا، كان الجلالي قد قطع 7 كيلومترات مشيا على الأقدام. الوصف، زجاج أسود مثير. الحوار، وضع يده على كتفه وقال محتجا، بئس الصنيع العنف. السؤال الأخير في مكون القراءة، اكتب فقرة تبين فيها الأسباب التي تضطر بعض الأطفال للعمل وترك الدراسة. إذا يكتب كل واحد منكم فقرة يبين فيها الأسباب التي تضطر بعض الأطفال للعمل وترك الدراسة، وكل حسب وجهة نظره. ننتقل إلى المكون الثاني، وهو مكون الدرس اللغوي. السؤال الأول، أشكل الكلمات التي تحتها خط في النص. الكلمة الأولى أسود، هي كلمة ممنوعة من الصرف، وبالتالي هي ممنوعة من الجر وممنوعة من التنوين. مثير، تغييري. إذن مثير جاءت نعت تابع لمنعوته أسود، ولكن بما أن أسود ممنوعة من الصرف فهي ممنوعة من التنوين، لذلك رفعت بالضمة فقط. مثير نعت، تغييري مضاف إليه، والطفل أيضا مضاف إليه. استخرج من النص أسلوب تعجب مبينا طريقة صياغته. أسلوب تعجب هو ما أكثر فضولك. طريقة صياغته طريقة قياسية مباشرة. ركب جملا مفيدة تشتمل على ممنوع من الصرف في حالة الجر مع الشكل. الجملة الأولى، قال تعالى في سورة الملك الآية رقم 5، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذن مصابيح هي ممنوعة من الصرف، وجاءت اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الجملة الثانية، العلمية والتأنيب، افتخرت بحمزة. إذن حمزة اسم مجرور وعلامة جره الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. الجملة الأخيرة، قلت لرجل غضبان ابتهج. إذن غضبان هنا جاءت نات تابع لمنعوته، ولكن بما أنها ممنوعة من الصرف جرت بالفتحة النائبة عن الكسرة. السؤال الرابع، املأ الجدول الآتي بما يناسب. يا أطفال أقبلوا على ممارسة الفنون الجميلة. المضاف في هذه الجملة ممارسة، المضاف إليه الفنون. نوع الإضافة معنوية وفائدتها التعريف. إذن إضافة معنوية تفيد التعريف، لماذا؟ لأن المضاف نكرة والمضاف إليه معرفة. السؤال الأخير في مكون الدرس اللغوي، أعرب الاعتماد على النفس خير من التواكل. الاعتماد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، على حرف جر. النفس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. خير
خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. من حرف جر. التواكلي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وبهذا نستنتج أن اسم التفضيل خير يعرب حسب موقعه في الجملة. بالنسبة للتعبير والإنشاء، التقيت بصديق لك يعيش حالة من الفقر والبؤس، فجلس يحدثك عن معاناته والظروف المزرية التي يعيش فيها. سرد ما حكاه لك هذا الصديق موظفا مهارة كتابة سيرة غيرية. إذا يتم تقويم هذا الموضوع وفق المعايير الآتية: أولا، الارتباط والالتزام بنص الموضوع. ثانيا، توظيف تقنيات وعناصر أو التقنيات والعناصر المرتبطة بمهارة كتابة السيرة الذاتية. وأخيرا، سلامة لغة واحترام علامة الترقيم ومقروئية الكتابة ونظافة الورقة أيضا. وبما أن نص الموضوع يتعلق بمهارة كتابة السيرة الذاتية والغيرية، لا بأس أن نذكر بهما. إذن السيرة عموما كما قلنا سابقا هي فن أدبي يهتم بتصوير حياة شخصية من الشخصيات ونقل تفاصيلها أو محطاتها البارزة إلى القراء، وتنقسم إلى نوعين: السيرة الذاتية، وهي أن يسترجع السارد أحداثا من حياته الخاصة ويتحدث عن حياته الواقعية. أما السيرة الغيرية فهي أن يتحدث السارد عن حياة شخص آخر ملتزما الحياد والموضوعية فيما يكتب. بالنسبة لخطوات كتابة السيرة الغيرية فتتمثل في: أولا، انتقاء الشخصية، ويستحسن انتقاء شخصية مشهورة في وسطها أو مجالها. ثانيا، جمع المعلومات، حيث نبحث عن جميع المعلومات المتعلقة بالشخصية المنتقاة. الخطوة الموالية، ترتيب المعلومات. في هذه المرحلة نقوم بترتيب ما جمعناه من معلومات على الشكل الآتي: المعلومات التي تتعلق بالولادة والنشأة، بعدها المعلومات التي تتعلق بالأوصاف الشخصية، بعد ذلك المعلومات التي تتعلق بالأعمال والإنجازات التي قامت بها الشخصية، وأخيرا المعلومات التي تتعلق بمصير الشخصية، وأخيرا صياغة الأحداث مع تحري الدقة والموضوعية. أتمنى أن تكون قد عمت الاستفادة بينكم، وشكرا على حسن إصغائكم.